يا جماعة النهاردة عيد ميلاد صاحبي وأخويا سيف اللي أنا غلطت فيه النهاردة وحابب إن أنا أعتذر له وأحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف أو ماي جاد بينده على سيف؟ سيف فين سيف يا جماعة؟ أهو أهو بشاور لك يا عم أهو سيف أهو اسكت إيه في حي جمهورك؟ لهوي هيحبسنا ابن الهبله ايه ده انت بتعمل انت وهو فوق انزل يا فنش منك ليه تحت ايه ده لا مش نازلين اطلعوا انت انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش لا هيعجبنا ومش نازلين انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها وبعدين ثانيه واحده ايه جوز النضرجية اللي انتم واقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم، حضرتك انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربية، فطلعت اشحن كده وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية اهدى بس يا انكل الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم لا بقولك ايه مالكش دعوة انت خالص بالموضوع ده اخلع نفسك اخلع نفسي ده ايه بقولك الناس دول معايا لا الكلام ده مش علي انا ده على العيال السيس بتوعك الكلام ده على اي حد على فكرة بقى كده طب بقولك ايه بقى يا ماجد بس هي وصلت لماجد لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله مفيش اي مشاكل مع السلامه اتفضل اتفضل مع السلامه مع السلامه راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس اوعى يا بت اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه وانا اللي هيقرب مني هتزيب البوكس خليه يسيبونا لوكس لوكس ايه يا نيلي انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هتجيب الشلوت واديها سيوت نيلي اسكتي يا نيلي هينفخونا يا نيلي انا خايفه قوي يا شريهين انتوا لسه بتتفرجوا عليهم بقول لكم اقبضوا عليهم انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي كله يا اسطى مكانه محدش يتحرك ولا يقف مكانه شايف لي ابني على البتاعه دي كلها وحرس لي الخمره دي كلها وحرس لي الموزه دي كلها في يا محفوظ باشا استنعنا ليه؟ سبحان الله يا باشا المعجزه اللي احنا فيها دي هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل لا قبل ما الجريمه تحصل اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله انا ممنون ليك يا باشا ايه اللي حصل لا ابدا الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي وبعد كده كمان هو خبط فين العربيه ديت اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم ايوه العربيه ايه هي وكاله من غير بواب العربيه دي مش مرخصه مرخصه ايه يا باشا دي ديكور الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ اه طبعا مرخص التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا فش يا ابني العيال كلها بسرعة بسرعة ما تقلقش يا سعادة باشا احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن تزج بيها في السجن بس لا مؤاخذه يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه اصل انا لا مؤاخذه خدت دش سخن وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى ما تقلقش يا باشا احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله ميرسي يا فندم ميرسي جدا جدا لحضرتك فعلا ميرسي قدامي يا مجرم قدامي انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن طب اوعى ما تزجش جرايه ضاحي فيها ضاحي بيتك
ضحية وخيبت ايه؟ ايه اللي ضحية وخيبت ايه؟ شو ما تقولش اسم هنا الله. ما تقولش اسمك تعملي فيها ظابط، شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور. الله ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده. ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. شو بقى اسبكوها بقى؟ ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شوية صعبانات. يا سعادة البيع حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلبان وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيخ ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخمس دقايق يا سيف؟ الله اطلع قلبك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الضابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له انجز. بصه واحده بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب بص على رجلك يا انا. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوق. انزل انت وهو. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام قال يعني كده هتسد الرصاصه. انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. خبطت في ضهري. لا حبوس ايدك حبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلصني. هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي انا. سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح.
اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. تستظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف يا دبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بصراحه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب. ايه ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك مجله. اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا. وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا. هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟